بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. زي ما وعدناكم ان احنا ان شاء الله هنروح للتاجر لحد البيت عشان نعرف السعر على الطبيعة ونحاول نبعد عن السوق والكذب اللي بيحصل في السوق، لان طبعا معظم التجار في السوق بتخبي السعر لاغراض معينة احنا بعدين هنبقى نحكيها ان شاء الله. لكن انا النهاردة ان شاء الله في قرية كوم اللوفي تابع مركز صملوط، ومعنا تاجر من التجار ان شاء الله نحسبه على خير، برضو من الناس المحترمة اللي كلمة واحدة. وانا زي ما وعدتكم ان انا بنجي التجار، انا عندي كتير يمكن لا يقل عن 1000 تاجر تبعي واصحابنا برضو متعاملين معاهم، بس انا هنجي لكم الناس اللي هي الثقة، اللي بحيث لو حد خد منه حاجة ما يعاتبنيش انا بعد كده. فان شاء الله هتنعرف منه والبيمة بعيبها ايه، الميزة بتاعتها ايه، ليه القصة ماشية ازاي، بيعلف ايه، وهنعرف منه اسعار العشر والوالد، وهنشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي. السلام عليكم. ازاي الحال يا حاج شريف؟ ايه الاخبار؟ معانا الحاج شريف من قريه كوم اللوفي، والحاج مصطفى والحاج محمد، دول تجار، محمد هواري، دول تجار من قريه كوم اللوفي. وعندنا بهيم هنا على الطبيعه هيقول لنا السعر بتاعها ايه، بس بعد ما نساله شويه اسئله. ايه اخبار السوق يا شريف اليوم دي؟ السوق تمام والله، 100 100. رفع شويه الاسعار مرتفعه. ايه اللي رفع السوق؟ هل العلف ولا ربيع قليل ولا قله عرض ولا ايه؟ لا بقول قله عرض، ومفيش حاجه رخيصه الوقت، كل حاجه بقت غالي. بالنسبه للعلف غالي، والاكل بقى غالي، والبيان طبيعته بقى غالي الوقت. انت شغال في جنايه، في تربيه جنايه بس، ولا في تسمين؟ ممكن علف عجول بتيجي قدامك؟ تسمين قدامنا، بهايم مثلا سكه طواله، بهايم لبن، بهايم عشر ولبن، بهايم والد مثلث، اللي بيجي قدامنا يعني. الدكر كام النهارده؟ الدكر النهارده عامل 74. 74 البلدي. البلدي انا كنت في السلخانه امبارح في المجزر، وسمعت جماعه الجزارين بيقول لك انه ب 82. في حاجه وصلت 82؟ اللي هو سمعت الاسبان، اللي هو السمنتال الاسبان اللي جاي من بحري، اللي بيجي ده من بحري 82 جنيه. اما كانت العمليه عكس، كان زمان المستورد هو اللي بيبقى اقل. هو اللي عرف الدولار مع الدولار الدولار خلى المستورد برضه ايه، يبقى فعلا وصل 82. لكن البلدي لو حبيت انا اشتري منك دكر او انت هتبيع دكر، السعر جايم السعر ايه؟ على 74. احنا سمعنا 75 76 في السوق، في الحدود دي كده. اما في السوق تاخده ب 76 ارخص من هنا. في فرق لما اخده من السوق واخده من البيت؟ في فرق، ايوه كتير فعلا. العجل بيجي بيخس 20 30 كيلو في السوق. اخده في السوق ب 76 وما تاخدوش هنا ب 74. هنا ب 74 احسن من هنا، بيقل فعلا. طب بالنسبه اللي عندك النهارده انت، دي بقى الفريزن، دي والده، دي والده ايه، شهرين ولا 40 يوم؟ كسر ايه؟ كسر ست سنين. افتح لي سنه كده يا شيخ. دي بقرة كسر ستة. وراها دكر ولا انتهى؟ وراها انتهى اسمنتها. دي عاملة كام دي النهاردة؟ دي 33,600. 33,600. يعني لو حد جاي ياخدها منك، ده السعر اللي انت هتبيع بيه بما يرضي الله؟ لا، السعر الاساسي اللي انا واخده من بيت صحابك. انت واخدها من بيت صحابك؟ صحابك 33,600. 33,600. ايوه طبعا. ده يا اخوانا زي ما قلنا لكم، ده السعر اللي هو شاري بيه من صاحب البيت. هو متحلب بجنب علبه 3 كيلو. بتجيب 6 كيلو في اليوم، 3 الصبح و3 بالليل. 3 بالليل. الثانيه؟ الثانيه دي لحم فاضي. دي ساده؟ ساده. دي ما فيهاش لبن؟ لا، ما فيهاش لبن. يبقى دي بتتباع لحمه على طول. دي عامله كام ده يا شريف؟ دي عامله 20,100. 20,100. دي لبن عم تحلب ب 6 كيلو. دي 6 كيلو اللي جاي. خلينا في دي يا شريف بعد اذنك. دي ب 20,100. 100. دي لما لو الجزار خدها وباعه ب 130 ما يكسبش؟ يكسب معايا يا دكتور. يكسب معايا. امال ليه؟ طب 170 بالنسبه له؟ بالنسبه عاد ما تعرف. ما بيدخل ده جوه ديت وبيبيعه. تكاليف. لا ما فيش دخل يا دكتور. لا ما فيش دخل والله. يعني اللي بيذبح نتايه معروف، واللي بيعدك ما فيش حد بيخلط يجيب لك ربع. لا ما فيش حد اللي مذبح. بس برضه بيتباع ب 160 دي و 170. بيتباع ب 160 ايوه برضه غالي. هو بيصرف عليه برضه غالي يعني. لكن لو باع ب 130 تكسب؟ لا ما تكسبش. لا ما تكسبش. مصر تعالى 20,000 بس. ما يكسبش. برضه يعني دي ب 20,000 انت قلت. 20,000. فيها كم كيلو طيب؟ لا دي تقريبا هتصفي لها 120 كيلو. طب 120 كيلو
في 100 في مثلا في 130 بس اضرب انت اكسب عندك لسه الراس وعندك العفشه يعني لو 130 يكسب 100% وخلي بالك هتجيب اكتر 120 ده احنا لكن على 130 يكسب يكسب ايوه تمام يا ريس بالنسبه لدي طيب بالنسبه لدي سادة برضه بس لبن بس عم تعلب 6 كيلو دي فريزيان بقرة ممتازة جدا بتحلى ب 6 كيلو لبن بس ما فيهاش عشر لا ما فيهاش عشر 6 و6 بتحلى ب 6 و6 الجيتين كبار ولا الجيتين كبار ضرة كويس ما شاء الله دي عاملة كام ده شريف؟ دي 25100 ب 25100 اه يا طبعا ساد ده بس ما وراهاش حاجة لا سيد بسم الله ما شاء الله الجاموسه دي 10 شهور 10 شهور لا ما شاء الله يبقى احنا قلنا دي 10 10 دي عامله كام دي 40000 40000 40 في 40 هي خليط على فكرة خليط مش بلدي نعم مش بلدي 8 ده 10 8 وفيها لبن فيها لبن خليط بس دي تعمل كام دي يا شيخ 30 ده سنة ايه كسر طبعا سادة طبعا والتانية سادة برضه الثانية سادة تليفونك يا شريف عشان لو حد بس محتاج احنا طلع لي رقم التليفون كده عشان لو حد محتاج يشتري اي حاجه اه طلع مني دي البضاعه اللي موجوده حاليا واي حد محتاج حاجه ممكن يوفرها له يعني دول ممكن يطلعوا ممكن هو يوفر له غيرهم وادوك شفت الاسعار دي من البيت شاريها من صاحب الحاجه نفسها غير الحسنه بتاعته رقمك كام يا شريف؟ 011 011 58 40 يبقى 011 58 40 92 61 ده رقم شريف يا اخوانا من كوم اللوفي اي حد محتاج منه اي حاجه يرن عليه وان شاء الله مش هيقصر معاه يعني الف شكر يا حاج جديد متشكرين يا ريس وادي جاموستين هم خليطه هم واحده 35 واحده ب 40